انت ليه حطاها في دماغك؟ ليه عايزه تسوقي سمعه البنت؟ انا يا فاروق، ده انا كان نفسي اعمل لها كل اللي هي عاوزاه. كنت حاسه انها عندها طموح وانها بتفكر في مستقبلها، كان نفسي اساعدها، لكن للاسف هي احرجتني قدام فوزي وخليته يلوي دراعي انا وابني بسببها. وليه ما تقوليش انها فوقتك قبل ما تتورطي مع واحد حرام انت وابنك؟ يعني ما تورطش مع فوزي واتورط مع واحده بالفضايح دي؟ انا مش بدافع عنها يا ناهد، انا بدافع عن الحق. انت للاسف حطيتي ايدك في ايد ناس ابلسه. فكري يا ناهد، انت ذكيه وتقدري تعرفي الصح من الغلط. مين اداكي الفيديو ده وايه مصلحته في كده؟ معرفش، بس ايه اللي يخلي واحد زي فوزي يعادي مريم؟ اديكي قلتيها بنفسك، فوزي حرب ده عنده مليون حاجه تشغله. ايه اللي هيخليه يلف ويدور حوالين مريم واخوها وشويه الادويه اللي بتجيبهم عشان تقف على رجليها؟ الموضوع ده يا ناهد وراه حاجه انت مش شايفاها كويس. وبالنسبه لموضوع ابنك، بلاش تعنديه، اسمعي كلامه. لحسن في يوم من الايام هتلاقي نفسك قاعده لوحدك زي كده. هي دي المستشفى؟ كويس صح؟ اه ايوه هي. اجي معاك يا تعرف تسوق؟ مفيش ركنه. في سوق. طب تعالى العربيات ورايا، شايف قد ايه؟ انا هطلع بسرعه وانزل. خلي بالك من نفسك بس. حاضر ثواني فايق، ثواني. صباح الخير. صباح النور. حضرتك، انا اسمي الدكتوره مريم. اهلا. اهلا يا دكتور. عايزه اسال حضرتك عن حالات وصلت سنه 92، واحد اسمه حارس البرقوقي. حارس البرقوقي؟ اه، سنه 92. لحظه، معلش يا دكتوره، الاسم تاني بعد اذنك. حارس البرقوقي. حارس البرقوقي. اه، حارس البرقوقي. لا يا فندم، مفيش في التاريخ اللي انت بلغتي بيه اسم الحاله. حضرتك اتاكد كده، يمكن يكون دخل بعدها بيوم، دخل متاخر شويه. حضرتك، انا بعمل سيرش باسم الحاله والسنه، لو كان دخل في اي وقت كنت لقيته قدامي. ادي الاسماء اهي. سالم البرقوقي، دي حاله دخلت متوفاه. فاطمه السيد جوهر،